السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، وردك للسلام خطأ من وجهين. الوجه الأول أنك قلت سلام ورحمة الله وبركاته ولم ترد علي تحيتي. الوجه الثاني أنك قصرت في رد السلام، فالله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأنت ما حيت بأحسن منها ولا رددتها. والله انا ربي يحفظك. يا شيخ انت ممكن ما سمعتنيش، قلت لك السلام ورحمه الله. سلام ورحمه الله تأكيد للسلام عليك، لم ترد. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل. تدل يا شيخ الرؤيه تحلم بالمطر. المطر نعمه اذا كان الرأي صالحا وكانت الرؤيا مطمئنه، ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات، وكما قال تعالى في كتاب الكريم هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا أنشروا رحمته. أما إذا كان الرائي غير صالح وكان مسرفا على نفسه فقد يكون فتنة له وقد يكون عذابا. أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.